معنا الآن السيد أحمد عزام، محلل أسواق مالية في مجموعة إيكوتي من عمان. أهلا بك معنا سيد أحمد. سيد أحمد، من المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم غد الخميس، كذلك تقرير مؤشر أسعار النفقات الاستهلاك الشخصي خلال يوم الجمعة. كيف تتوقع نتائج هذه البيانات، وهل ستعطينا مؤشرا عن انخفاض مرتقب للفائدة أم ستبقى على ما هي عليه الآن؟ تفضل. نعم ذكريات، بكل تأكيد قراءات الأسبوع الحالية قراءات مهمة جدا. مؤشر الإصاق الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر هو إشارة للضغوط التضخمية، وهو المؤشر المفضل للفدرالي الأمريكي عن قراءات التضخم. من ناحية أخرى، قراءات الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة الأمريكية تعطي انطباع على أرقام النمو الاقتصادي. بكل تأكيد يبحث الولايات المتحدة الأمريكية أو تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن قراءات جيدة للوصول إلى السوفت لاندينج أو الهبوط الثلث، بمعنى الوصول إلى قراءات التضخم عند 2% بالمقابل قراءات نمو اقتصادي إيجابية. متوقع أن يكون هناك بعض التباطؤ للنمو الاقتصادي وصولا إلى مستويات 1.3% بالمقابل مؤشر الإنفاق للاستهلاك الشخصي قد يسجل أيضا بعض التباطؤ إلى مستويات 2.7% على أساس سنوي. القراءات على ما أعتقد لو جاءت حسب التوقعات لن يكون هناك تغيير على توقعات تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة. الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الماضي قد أشار في مخطط النقطي تصويت أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لمرة واحدة في عام 2024 قد يكون وارد بناء على المعطيات الأخيرة. بكل تأكيد متابعة أرقام التضخم اللي أعطتنا 8 قراءات تقريبا أدنى مستويات 3% قد تكون إشارة جيدة بالنسبة لقراءات التضخم، لكن بالمقابل عندما تكون هناك قراءات متساوية أو قراءات مستقرة للتضخم قد يعطي بعض الانطباع، يعطي بعض المخاوف بأن هناك إمكانية لأن يكون التضخم راسخ اقتصاديا، خاصة مع عدة إشارات منها النمو الأجور يعتبر لحتى الآن مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، النمو لا يزال لحتى الآن يعتبر جيد، أسواق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من تراجعها لكن لحتى الآن تعطي بعض القراءات الناعمة في أسواق العمل، فبالتالي جميع المعطيات المتواجدة حول الضغوط التضخمية قد تعطي بعض الإشارات بأن إمكانية ارتفاعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون وارد. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والفدرالي الأمريكي كان قد أشار بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة، في المقابل الأسواق لا تزال تعتقد بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مرتين في عام 2024 قد يكون وارد. هنا أود أن أذكر ذكريات بأن تراجعات توقعات الأسواق منذ بداية العام 2024 كنا نعتقد أو الأسواق تعتقد بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يصل إلى 5 مرات في عام 2024 بمقدار 1.25%، لكن حالياً باتت تقريباً الأسواق والفدرالي الأمريكي يتجهون بشكل متوازن بشكل متساوي تقريباً حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، فبالتالي إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر أو سيد أحمد عذرا للمقاطعة، يعني ما أبرز المخاوف لدى البنك الأمريكي من تخفيض أسعار الفائدة؟ لا، قد يكون وجهة نظر بالنسبة للفدرالي الأمريكي حول تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة لأرقام التضخم ما لم يصل 2% إلى مستويات 2% قد يكون بعيد بعض الشيء بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة. لذلك هنا حالتين مثل ذكريات للفدرالي الأمريكي، بكل تأكيد القرارات الاقتصادية هي عبارة عن رد فعل للبيانات الاقتصادية فيما لم تصل أرقام التضخم عند 2% من ناحية، أو أن يصل النمو الاقتصادي إلى مرحلة الركود الاقتصادي، فعلى ما أعتقد الفدرالي الأمريكي قد يشتري بعض الوقت، قد يتجه إلى الانتظار حول تغيير السياسة النقدية، لأن تغيير السياسة النقدية قد يكون مؤلم اقتصاديا. لو الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في مستشفى التضخم إلى تسجيل ارتفاعات، قد يكون هناك تغيير دورة السياسة النقدية بعدة مرات في عام واحد قد يكون مؤذي مؤلم اقتصاديا. فبالتالي الانتظار بالنسبة للفدرالي الأمريكي للوصول إلى معالم جيدة بالنسبة للتضخم عند 2% أو حتى كما ذكرت أن تصل الأرقام الاقتصادية بالنسبة للنمو الاقتصادي إلى مرحلة الركود لمحاولة دعم الاقتصاد، هنا قد يتجه الفدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة. حاليا على ما أعتقد السياسة الحكيمة هي الانتظار. أود أن أذكر هنا ذكريات بأن أعضاء الفدرالي الأمريكي ونبرتهم في الفترة الأخيرة منذ الاجتماع الأخير تصب بمصلحة أن لن يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة حتى شهر ديسمبر القادم. بالأمس كان هناك إشارة من بومان عضوة الفدرالي الأمريكي بأن حتى تخفيض أسعار الفائدة قد يكون
مبالغ فيه في عام 2024، هي تتجه بأن لا يكون هناك تخفيض أسعار السائدة. على ما أعتقد الإشارة هنا إلى أسواق العمل، فيما لو لم نرى أسواق العمل تسجل تراجعات واضحة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، على ما أعتقد هناك ستكون مخاوف، لأنه بكل تأكيد أسواق العمل تسجل ارتفاعات والتضخم يسجل ارتفاعات، فقد يحتاج الفدرال الأمريكي للانتظار. سيد أحمد، اقتصاديون صرحوا بأنه من المتوقع أن تتجاوز الديون الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. برأيك هل ارتفاع الديون المستمر هذا يهدد بزوال إمبراطورية أمريكا، أم لديها دعائم أخرى تدعم سوقها الاقتصادي؟ وما أبرز هذه الدعائم لو لجأت إليها؟ يمكن الديون في الاقتصاد بشكل عام قد تكون هي مضرة. عندما ننظر إلى الديون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 28 تريليون دولار، لكن ما يجده الولايات المتحدة الأمريكية مبرر لتلك الديون أو ما يجده داعم بالنسبة لتلك الديون أنه هو متحكم بالعملة، هي العملة الأكبر احتياطيا من ناحية، هي العملة المتحكمة في المعاملات التجارية في المعاملات الاقتصادية، فبالتالي هي عملة تعتبر ركيزة أساسية بالنسبة لتلك الديون، ديون مسعرة بالدولار الأمريكي، غير لما تكون الديون خارجية مسعرة بعملة أخرى، فبالتالي هي عملة محلية الديون مسعرة بعملتها، فبالتالي طباعة الأموال كما حصل في الفترات الماضية من تيسير كمي كما نطلق عليه اقتصاديا كان أساس بكل تأكيد لارتفاعات تلك الديون. حتى عندما ننظر إلى الديون يمكن فترة ترامب وفترة حتى بايدن هي متساوية بالنسبة لزيادة الديون، 7 بليون دولار لكل حقبة زمنية، فعلى ما أعتقد هي قد تكون إشارة مخيفة أكثر عندما ترتفع الديون زيادة عن الناتج المحلي الإجمالي. هنا قد يكون بعض التوازن بين الديون والناتج المحلي الإجمالي. المخاطر المتواجدة حاليا هي وجود حزبين متخالفين حول الديون، حول المديونية، حول الإنفاق في الفترات الماضية، حتى حول الإنفاق الاقتصادي، فهي تلك المخاوف. تهديد، نعم التهديد متواجد بالنسبة مع ارتفاع المديونية، لكن للزوال سيد أحمد ما أبرز القضايا الاقتصادية الرئيسية التي من المحتمل أن تكون محور النقاش أو أبرز التهديدات هذه؟ عفوا ذكريات الصوت، أبرز التهديدات هذه ما هي؟ وهل هناك قضايا اقتصادية رئيسية أخرى من المحتمل أن تكون محور للنقاش في الفترة المقبلة؟ نعم بكل تأكيد هي الفترات القادمة قد يكون هناك محور بشكل كبير للنقاشات في الفترة القادمة، النمو الاقتصادي من ناحية، الإنفاق من ناحية أخرى، الحروب التجارية حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، المعاملات التجارية قد تكون هي محور للنقاش في الفترات الماضية. كما ننظر في الفترات الماضية كان هناك اختلاف في حقبتين دونالد ترامب وبايدن، كان دونالد ترامب يركز بشكل كبير على أسواق العمل، على النمو الاقتصادي، فيما خالف بايدن على ما أعتقد كانت حتى المجريات الاقتصادية مش بصالحه أبدا، مما أعطى دفع لرفع الفوائد. رفع الفوائد بدفع بكل تأكيد إلى أرقام سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي، أرقام سلبية لأسواق العمل، وبالتالي هناك بعض الاختلافات في الدورة الاقتصادية ما كانت بين بايدن ودونالد ترامب. قد يكون هناك بعض التوجهات بشكل أكبر بكل تأكيد، دونالد ترامب حول إمكانية رفع النمو الاقتصادي، الانفاقات بشكل أقل عما فعله جو بايدن في الفترة الأخيرة، المحاولة بكل تأكيد إلى المعاملات التجارية، الاستفادة من المعاملات التجارية كما شهدنا في عام 2019 بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، محاولة رفع حزم الجمركية بشكل أكبر بكل تأكيد يعطي ربحية أكبر على المدى الطويل، مما يعطي دفع أكبر للاقتصاد. نعم، محللون واقتصاديون وخبراء قالوا إن أوروبا الآن تخسر سباق الإنتاجية أمام أمريكا، هل فعلا هذا الإدعاء وما هي الأسباب برأيك؟ يمكن ذكريات نحتاج إلى نظرة على التاريخ. منذ عام 2000 بدأت تتسع الفجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. يمكن قد يكون هناك ثورة التكنولوجيا من ناحية بدأت في عام 2000 أعطت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع الإنتاجية. كنت أكيد هنا أقصد بالإنتاجية هي إنتاجية الفرد في الساعة بالنسبة مقارنة للتضخم. عندما ننظر إلى ثورة التكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادت من ثورة التكنولوجيا، بينما الاتحاد الأوروبي قد تخلف بعض الشيء عن الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية. من ناحية أخرى الحالة الديموغرافية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. عندما ننظر إلى أوروبا هي دول مسنة بكل تأكيد، دول تعتبر فيها الأعمار مرتفعة جدا، مما أعطاهم أيضا لسن الفترة الماضية
تم الامكانيه الهجره بالنسبه لي، الهجره حتى الانتقائيه اذا صح التعبير بالنسبه للاتحاد الاوروبي لمحاوله رفع تلك الانتاجيه. الانتاجيه بكل اكيد اعطت فجوه بين اسواق العمل الولايات المتحده الامريكيه واعطت اسواق العمل الاوروبيه. هنا اود ان اذكر فقط بان نظره على ارقام التضخم بكل تاكيد عندما يكون هناك اسواق عمل افضل تعطي دافع اكبر لارقام التضخم تسجيل ارتفاعات. عندما ننظر الى الذروه في عام 2023 ذروه التضخم وصولا الى 9.1% للولايات المتحده الامريكيه واعلى 10 واعلى من 10% بالاتحاد الاوروبي. تخلف الدولتين على ذلك التضخم او تباطؤ التضخم كان اسرع في الاتحاد الاوروبي جراء أسواق العمل الأضعف في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية. فبكل تأكيد الإنتاجية هنا تتسع بشكل أكبر وقد تتسع وتعطي مزيد من الاتساع في الفترة القادمة. طيب أنتقل وإياك إلى الهند، يعني تستقبل الهند الآن حقبة رئاسية جديدة ونمى الاقتصاد الهندي بأعلى من توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي. ما هي توقعات حيال مستقبل الاقتصاد الهندي في المرحلة المقبلة؟ إلى أين؟ يمكن بالفترة الماضية في عام 2024 تحديداً هي عام الانتخابات لكثير من الدول، الهند واحدة منها. مودي قد يستفيد من تلك الانتخابات لزيادة حقبة الزمنية لأكثر من 10 سنوات بالنسبة للحقبة الزمنية. مودي كان واحد من الأفضل رؤساء الوزراء بالنسبة للهند. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل أكبر مما كانت تعتقد الأسواق، مما كانت تعتقد الحكومة الهندية نفسها. النمو الاقتصادي في الهند سجل ارتفاعات وصولا إلى ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر مستورد أو ثالث أكبر مستورد بالنسبة للنفط بعد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما يعطي دلالات بأن الاقتصاد الهندي مندفع بشكل كبير نحو الإيجابية، مندفع بشكل كبير نحو تسجيل أداء إيجابي في الفترة القادمة، خاصة مع العديد من الإنتاجات، العديد من الأمور الزراعية، الإجراءات الزراعية في الهند. إمكانية وصول مودي لحقبة جديدة قد يكون هناك محفوفة بالمخاطر بعض الشيء هذه المرة، لأنه لن يحصل على الأغلبية. الحقبتين الماضيات كانت مع أغلبية كاملة، مما قد يعطي تشريعات بشكل أسرع بشكل أفضل بالنسبة للحكومة، حكومة مودي. لكن هذه المرة حيكون فيها بعض الشيء، بعض المخاوف. هذه المخاوف أثرت على الأسواق الهندية، أسواق الأسهم تسجيل تراجعات بشكل كبير في الفترة الماضية بالنسبة لأسواق الأسهم الهندية، مما محت جميع المكاسب في عام 2024. المخاوف السياسية دائما تأثيرها بشكل كبير على الأسواق الأسهم بشكل واضح. نعم النمو الاقتصادي قد يسجل عجلة تباطؤ، لكن عجلة التباطؤ لن تكون بشكل كبير، هي قد تكون عجلة تباطؤ زمنيا إلى أن يصل مودي إلى سياسة راسخة مع الأحزاب الأخرى، مما قد يدفع المستقبل الهند في الفترة القادمة على المدى الطويل لتسجيل المزيد من الارتفاعات. قد يكون هنا السؤال، لما لا نرى الهند اقتصاد الهند في الفترة الماضية يسجل تسارع بشكل أكبر أن يصل إلى المركز الثاني بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن قد يكون يحتاج بعض الشيء لما أن يكون قد في عام 2025 إلى عام 2050 على ما أعتقد قد يكون هناك. طيب يا سيد أحمد، برأيك في ظل كل هذه الأزمات، ما هو أفضل ملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية حتى الآن، وبماذا تنصح الأفراد حول الاستثمار والادخار؟ يمكن الملاذات الأمنة أو حتى الاستثمار والادخار في الفترة القادمة، قد يكون الادخار جيد لكن الاستثمار يعتبر أفضل بالنسبة للأسواق في الفترة الحالية. مع الأزمات الحالية التضخم، فوائد مرتفعة، بكل تأكيد هناك تقسيم تقليدي بالنسبة للمحافظ الاستثمارية، 60% بالنسبة للأسهم، 40% بالنسبة للسندات. المحفظة الاستثمارية قد يكون هناك بعض الاختلافات ذكريات بناء على عمر المستثمر، قد أنظر إليها بشكل تقليدي، قد أنظر إليها بمتوسط. أعتقد بأن إمكانية إيجاد معادلة بالنسبة للاستثمار أو المحفظة الاستثمارية بالنسبة للأسهم أن تكون ما يقارب 45%، 25% بالنسبة لعوائد السندات، المتبقي قد يكون هناك النقد الكاش في الفترة القادمة قد يكون جيد، خاصة مع الفوائد المرتفعة التي قد تكون هي فوائد مرتفعة لفترة زمنية أطول مما تعتقد الأسواق. بكل تأكيد الملاذ الآمن على رأسها الذهب ثم الدولار الأمريكي في قيادة. طيب إذا السيد أحمد عزام محلل أسواق مالية من مجموعة إيكوتي من عمان، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. شكرا.